ويعكس انعقاد المنتدى الحضري العالمي في مصر حرص الدولة المصرية على دعم جهود التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف الأممية، كما يمثل فرصة للمساهمة في التغيير الإيجابي لخدمة شعوب العالم. وتمثل الجمعيات منصة يلتقي بها كافة فئات المجتمع، حيث تتناول الحكومات المحلية والإقليمية والأطفال والشباب والمرأة والقواعد الشعبية وجمعيات الأعمال والمؤسسات. من خلال هذا التكاتف يمكننا التشاور والتعاون لإيجاد حلول مبتكرة وعملية تستجيب للتحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية. نتطلع إلى التوصل إلى خطوط عريضة لاستراتيجيات مبتكرة يتبناها الشباب لمواجهة التحديات الحضرية ومساعدتهم لدعم التغير الإيجابي في السياسات الحضرية، وكذلك دعم مبادرتهم واقتحامهم لمجالات العمل العام. هذا بالإضافة إلى المجلس المجمع للحكومات المحلية والإقليمية، وكذلك المجلس المجمع لكل من الأعمال والمؤسسات، وفيها يتبلور المبدأ الذي تتبنى هذه الدورة من المنتدى الحضري العالمي، أن كل شيء يبدأ في المكان والموقع الذي نعيش فيه.